سعيد من مدينة القنيطرة. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا، شو اخبارك ناهد؟ لاباس شي بخير؟ الله يبارك فيك، شكرا لكم بكل تاكيد. اش اخبارك وخبار الناس ديال القنيطرة؟ الحمد لله مزيان الحمد لله. مرحبا بك معنا ناهد. غادي تقترح علينا غراتان ياك؟ شي فلور. هادشي اللي قالت لي هنا، كيف كيجي الغراتان؟ شتي فلور في الغراتان كيجي مزيان؟ كيجي مزيان، يعني هكا كتقدر تاكلو. ياك عارفه على ان الناس بزاف ما كيبغيوش ياكلو شي فلور. ما كيبغيوش شي فلور، هذيك الريحه ديالو كتكون شويه مزيانه ولكن ما كيبغيوش. اذا اليوم غتقنعنا ناهد اننا ناخذو شي فلور. لا لا زوينه، غادي نجربوه. زوين نجربوه. انا ما كنتش كنعرف ولا اللي جربته لي ولا مزيان. الله يبارك فيك ناهد، تفضل عطينا المقادير. كنجبرو شي فلور ديالنا كنقيوه. اييه. كنقطعو طريفات من المصويات، يعني اللي كيبقى هكاك شي بحال شجيره، يعني بحال شكل وريضه. اييه. ملي كنكونو كيفاه كنوصلو كنعملو في الطاوله ديالنا اللي غنسلقو، كنعملو مع شويه ديال الابزار وشويه ديال الحامض باش ما تطيش ديك الريحه ديالو مزيان. شويه ديال الابزار وشويه ديال الحامض فاش كنبغيو نسلقوه. اييه. هو كيتسلقو كنمشيو نجدو من البيشامين ديالو، كنفضل نطيبوها في الدار. اها. كنشدو جوج معالق زبده. اها. كنعملو بشي كاسرونه. اييه. وكنزيدو عليهم جوج معالق ديال الطحين. اها. كنبقاو نخلطو مع المي اللي كتسويه كيذوب، هي كتخلط هي كتجمع مع داك الطحين كتولي تذوب. اييه. كنزيدو الحليب، حنا كنخلطو الحليب يعني حتى كتعقد، حنا كنخدمو كنزيدو الحليب. من بعد كتولي كتختار، كنزيدو فيها شويه ديال الابزار. وشويه ديال الكوزه محكوكه. اييه. بعد ما كيطيبنا الشفلو ديالنا كنشدو شويه ديال الكفته، ربع ديال الكفته. اييه. المهم على حسب القياس السيده شنو بغا. كنبدا كنحكو لها بصله، كنسوطيوها تاهي في الزبده. اييه. كتبقى تسميتها كتحمر، كتولي محمره مزيان. اها. ملي كيطيب الشفلو ديالنا كنصفيو، كنخلي داك كيكون البيشامين ديالنا اصلا واجد. الى بعد المره كتقدر تقال، الى تقالت كنزيدو معها غير بيضه وكتخلط. اييه. مع لاصوص بيشاميل كنضيفو عليها بيضه؟ الى تقالت لينا. اييه. باش ما نزيدوش الحليب، يعني الى تقالت كنزيدو بيضه باش كترجع خفيفه. كتخفف. اييه. كنبقاو نخلطو، كنفرشو شويه ديال البيشاميل من سميتو، كنستفو الشفلور ديالنا. شي فلور صافي، ما كتعمل عليه حتى شي اضافه، هكذا كنسلقوه وكنصفيوه وكنحطوه. ايوه. اها. كتسمي الطبقه الاولى ديك الكفته كتعملها فوق منه. اييه. عاوتاني كتغطي بسميتو بيشاميل ديك الكفته. اها. من بعد كتسف الشي فلور ديالك عاوتاني الا كان سميتو من الفوق. كنكونوا حاكين الفرماج محكوك قد ما فوق منه، كيجي بالصحه والراحه. تبارك الله عليك، فكيجي عندنا على شكل طبقات ياك؟ اي زوين، كيجي رئيسي مزيان، يعني وجبه العشاء بعدا كيكون خفيف ومزيان. تبارك الله عليك، عاودنا اذا كان ممكن الطريقه ناهد. اها. كنشدو شي فلور ديالنا كنقطعوه. كنعملها كتسلق بشويه ديال البزار شويه الملحه، الملحه خلاص يعني داري. والحامض. والحامض باش ما كتجيش ديك شويه ديال البزار. الحامض واش كتقطعو طريفات ولا العصير ديالو كتعصرو؟ لا غير حامض، هكا كنقي الطرف ديال الحامض وكنخشيو وسط منه. اي اه، كتحطي معاه الطرف ديال الحامض. اييه. اه باش ما يعطينيش ديك الريحه مجهده في الدار. اها. من بعد كنشدو كنكونو كنصايبو لاصوص بيشاميل ديالنا. كنشدو جوج معالق الزبده. اييه. جوج معالق الطحين. كنبقاو نخدمو، هي كتحرك يعني حتى كتحسو بها كدوب. كنبقاو نخلطو الحليب، يعني كنزيدو حتى كنحسو بها كتعقد، يعني بدات كتعقد. من بعد كنزيدو شويه ديال الابزار وشويه ديال الكوزه. محكوكه وصافي، يعني وكنكون موجدين البصله يعني مشحرايو وجوج الكفته. كنشدو المول اللي غندخلو الفران، يعني حقاش هي كتدخل الفران. اييه. المول اللي غيدخل الفران كنفرشو فيه شويه ديال البيشاميل. كنعملو البيشاميل هو الاول، عاد كنحطو الشيفلور. الشيفلور عاد كنديرو الشيفلور ديالنا كامل هكا، كنزيدو الطبقه الفوقانيه يعني كتكون فيها الكفته. كنغطيو بالبيشاميل وكنعاودو واحد اخر عاوتاني بالشيفلور. اييه. نغطيو عاوتاني بالبيشاميل، من بعد عاوتاني كنزيدو الفرماج من الفوق وكدبو دخلو في الفرن وحيد واحد 4 دقايق ما يدوب هذاك الفرماج. خرجو كدبو بالصحه والراحه. تبارك الله عليك ناهيد، شكرا جزيلا. يعني الفرن هي الزينه، يعني سيدي شنو زينه، اما بشويه معدنوس في الجناب تقطعها وريقه تقطعهم وتزوق بها، يعني كيبقى ديك الساعات اختيار ديالو. ناهيد شنو كتعمل في حياتك؟ كتقرا ولا كتخدم ولا شنو كديري؟ لا في الدار. مازال صغيره ماشي مزوجه؟ لا مازال صغيره. شكرا جزيلا لك وخليك دائما مستمعه وفيه، وبغينا نسمع صوتك مره اخرى وصفات اخرى. ولا كان باقي عندك الوقت نعطيك حرشه الفران؟ لا مازال الوقت. بغيت انا حرشه ولكن بغيت نسمع صوتك نهار اخر.